طيب خلينا نروح لخبر تاني مهم ونتكلم عن هنا الجماهير، لان الجماهير اكيد زي ما احنا عارفين يعني بتعمل شكل مختلف في المباراه وقد تؤثر الى حد ما يعني بنتيجه ايجابيه او سلبيه على اي فريق كان. فاحنا بنتكلم بقى ان هيكون في بنسبه 30% تحديدا حضور جماهيري، وده اللي تم الاعلان عنه يعني، ولكن برضو الشروط الواجب الالتزام بيها هتكون متوافره من الجميع للحفاظ زي ما احنا عارفين على يعني سلامه وصحه الحضور، وهيسمح هنا بحضور فقط 30% من الجماهير من عمر 12 سنه فيما فوق يعني، بس هيكون في اشتراط، وده اعتقد بقى هيبقى يعني بيطبق على كل حاجه بعد كده. الاشتراط هنا ان هم يكونوا تلقوا لقاح كوفيد 19 وكمان المتعافين من الاصابه بفيروس كورونا المستجد ده خلال التسعه اشهر اللي يعني تسبق موعد المباراه، وكمان هيكون التزام المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازيه طبعا للوقايه. ولكن بقى اللي انا عايز ارجع فيه هنا دلوقتي، اعتقد اللي هيكون دارج ان انت لا هينفع تسافر ولا هينفع اصلا تشتغل في مكان او ان انت تحضر مباراه غير لما تكون حاصل على اللي هو اللقاح بتاع كوفيد 19. ده المستقبل، فهو بيأكد ان العالم قبل كوفيد حاجه وبعد كوفيد حاجه ثانيه. وطبعا النقطه اللي انت بتتكلمي فيها دي نقطه في منتهى الاهميه، وبرده تدي طمانينه للناس ال 30% اللي هيكونوا متواجدين في الاستاد. وبالمناسبه برده الى جانب الاجراءات الاحترازيه التقليديه، كمان من شروط الحضور الجماهيري انه لا يسمح بتقديم المشروبات او الماكولات او حتى ادخالها من قبل الجماهير الى داخل المدرجات، ولن يسمح بتجمع الجماهير في اي مكان داخل الاستاد او خارجه خصوصا عند المداخل والمخارج، طبعا مع الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت. طبعا فكرة ان الجماهير هتكون موجودة دي نقطة في منتهى الايجابية، ونقطة برضو يعني للامانه برضو كانت غايبه عننا بقالنا كتير وحشتنا، فكره ان انت تسمعي زئير الناس وهم قاعدين في الاستاد وفي المدرجات. طبعا 30% غير 100%، بس اهي ابتدت تندع. بس انت بتتكلم عن الدوحه يعني. لا بتكلم عموما على فكره وجود الجماهير وعوده الجماهير مره ثانيه للمدرجات بتفرق كتير، واحنا فرقت معانا كتير في ماتشات مهمه على فكره. انا هتفق معاك لو كان جمهور اهلاوي يعني. طبعا انا بتكلم على الجمهور الاهلاوي. على كل حال احنا يمكن اتكلمنا انا وانت في الخبر ده الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا ان اللجنه الثلاثيه اللي بتدير يعني اتحاد الكره كانت تحدثت ان هي عندها مقترح هتقدمه للجهات الامنيه، فكره ان عوده الجماهير تدريجيا يعني لملاعب مباريات الدوري العام في الموسم اللي احنا بنتكلم فيه ده. وطبعا اكيد لو هنتكلم حاجه زي كده لازم هيكون في موافقات، ولو تمت الموافقات ده هيبدا بقى عوده او هتبدا عوده الجماهير من يوليو مقبل. فان شاء الله ده يحصل. اعتقد يعني الجماهير لما بتكون بتشجع او بتساند الفريق، وبتكلم هنا على الاهلي تحديدا، اكيد هتفرق بشكل كبير جدا. فنتمنى بس طبعا هيكون في شروط احترازيه كبيره جدا وشروط لعوده الجماهير. ماشي، بس يعني الفكره بس ان احنا نرجع، عايز اقول لك حتى يعني بخلاف لو انت موجوده متواجده جوه الاستاد، حتى واحنا بنتفرج على المباريات في التلفزيون في البيوت، لا صوت الجمهور حاجه ثانيه. طبعا والله حاجه ثانيه جدا.